تحياتي لكل اخواتي واخواتي الاهلاويه في كل مكان، يا رب تكونوا بصحه وبسعاده وفي امان. درع وسيف النادي الاهلي اسامه وفارس، اللي بيتصدوا لاي شخص تسول له نفسه ان هو يخوض في النادي الاهلي، سواء من الاعلام او من الصحافه المقروءه او من اي شخص يحاول ان هو يبث اخبار كاذبه او ينشر اشاعات الغرض منها هو اختراق النادي الاهلي لزعزعه استقرار النادي الاهلي. فضحوا الاعلام الرياضي المكون من ميدو ورضا عبد العال وفاروق ومهيب عبد الهادي وطبعا الكبير الهجاصين رضا عبد العال، كان اول واحد في، مش اول واحد في ترتيب الفيديوهات، ولكن كان اول واحد عليه سبوت من اللي حصل من بعض قلة الادب او الخروج عن النص او الخروج عن ميثاق الشرف الاعلامي في طرحه للكلام على لاعبي النادي الاهلي في سكريبت بيتوزع للقنوات دي للاسف، لان كل قناه بتجيب ادوات تحركها وقطع شطرنج تحركها لاهداف معينه، وهو هدف يعني هدم النادي الاهلي او هدم استقرار النادي الاهلي او هدم ثوابت النادي الاهلي. خبط الاداره في النادي الاهلي، خبط اللاعبين في مجلس الاداره، لازم توقع النادي الاهلي من جواه ومن براه وفي الملعب وخارج الملعب. خلاص دي بقت ايه؟ بقت كومبينه معموله على النادي الاهلي، معروفه ومعروف مين اطرافها ومعروف مين بيعمل كده، معروفه ومفيش داعي ان احنا نتكلم في الموضوع ده مرارا وتكرارا. ولكن اللي حصل من الاعلام الرياضي في الفتره الاخيره عليه مش علامه استفهام، عليه مليون علامه استفهام. مش هطول عليكم، تعالوا نطلع ونسمع ونشوف سيف ودرع النادي الاهلي قالوا ايه ونرجع نكمل الفيديو بتاعنا. بس ما تنساش اخويا حبيبي الاهلاوي تدعمنا بلايك وشير للفيديو. اول مره تشوفني اول مره تخش قناتي تشترك في القناه وتفعل زر الجرس وتختار كل الاشعارات عشان ما يفوتكش اي فيديو بينزل على قناتنا قناه الاهلاويه على اليوتيوب. يلا نطلع ونسمع ونشوف درع وسيف النادي الاهلي قالوا ايه وفضحوا الاعلام الرياضي المرتزق بايه ونرجع نكمل كلامنا. يلا ابراهيم عشان نشوف القصه دي بدات منين، وهنتناول معاكم بعض الاعلاميين اللي لهم كل التقدير والاحترام على المستوى الشخصي، لكن ما يتعلق بالنادي الاهلي وما يخص النادي الاهلي الخبر المغلوط المؤلف هنقف عنده بشكل كبير جدا. وتعالوا نشوف اول فيديو معانا للكابتن احمد حسام ميدو وهو بيتحدث عن ياسر ابراهيم. غيابات الاهلي، الاهلي عنده غيابات بعضها للاصابه بعضها فني وقرارات فنيه لكولر. ياسر ابراهيم لاسباب فنيه الراجل مش مقتنع بيه، واضح انك اول ماتش في الدوري والماتشات اللي فاتت ما بتاخدش لعيب مش مقتنع بيه في التمرين. بيرسيتاو طبعا لسه راجع للتدريبات الجماعيه. هو ده الاستنتاج بقى اللي انا بتكلم فيه. كابتن ميدو المفترض لعيب كوره ولعب على مستويات كبيره في الدوريات الاوروبيه، يمكن ما كملش بشكل كبير واعتزل عند 29 30 سنه لاسباب متعلقه بكابتن ميدو، لكن المفترض كابتن ميدو لعيب عنده خبرات كبيره جدا، يبقى عارف ان دي بدايه موسم. ما ينفعش تطلع من لاعب كوره كبير يجي يقول ان ياسر ابراهيم مش موجود في اول ماتشين، فاذا الراجل مش مقتنع بياسر ابراهيم. طب ودلوقتي غير قناعاته؟ اللي دلوقتي ياسر ابراهيم موجود في القائمه، الطبيعي ايه على كلامك وعلى استنتاجك ان هو غير قناعاته؟ ده بيؤكد يا جماعه ان الكابتن ميدو اول واحد عندنا في قصه ياسر ابراهيم ما كانش عنده المعلومه فاجتهد فتوقع، فتوقعه طلع خاطئ. وهنا احنا بنتكلم بحسن النوايا، احنا ما رحناش ابدا بسوء نيه حتى هذه اللحظه، بنتكلم بيها فارس حسن نوايا. حسن النوايا ماشي، نمشي حسن نوايا عشان اول حلقه عشان البدايه. احنا هتلاقونا بقى معاكم فقره ثابته دايما بنرد فيها على الاخبار الكاذبه هنا، يعني نتمنى البعض ما يخسرش مصداقيته مع الناس ويلحق نفسه بدري بدري. ننزل بقى على حسن النوايا كتير. حسن النوايا دي اول حلقه. ننزل بقى بالخبر ده، لان معانا خبر برضو عن ياسر ابراهيم كان بيتكلم في نفس الفكره وبيقول ان ياسر ابراهيم عنده مشكله دفاعيه. الخبر بيقول ايه؟ عبر كورة بلس، مدرب الاهلي ياسر ابراهيم سأستعين بثلاث مدافعين فقط هذا الموسم. ادي جامد وانت لست منهم. هذا الموسم وانت لست منهم، مفيش حتة تطلع بره. انا عاجبني صورة ياسر ابراهيم مختارينها. لا اللي هو ليه؟ هو في مدرب يعني ممكن يتكلم مع حد ان انا خلال الموسم بالكامل هستعين بثلاث مدافعين بس وانت مش منهم؟ يا جماعة بالراحة بس،
يعني لعيب فات انذار ايقاف اصابه لا قدر الله. لا هم ثلاثه، انا ليا ثلاث مدافعين يا عم ياسر، هلعب انا بعد كده بشادي حسين هو الرابع، يعني هرجع شادي حسين. يا جماعه واحده 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 واحده، عشان الامور لما بتبقى حتى ما فيش مشكله يكون التعقيب ياسر ابراهيم خارج القايمه في مباراه، ياسر ابراهيم موقفه ويسعى نحسن موقفه، ده كلام بيتقال في العالم كله في الكوره، انما ما فيش حاجه اسمها انا هستعين بثلاث مدافعين بس وانت كمان مش هتبقى منهم. لا وحتى لو في ترتيبه فارس ممكن يكون منطقي، يعني ممكن في مدير فني بيقعد مع بعض اللاعبين يقول له انت عندي رقم واحد في مركزي اثنين في مركزي، وحصلت مع وليد كابتن وليد سليمان، وهنا حتى في مصر حصلت مع وليد سليمان وحصلت مع شريف اكرامي سواء مارتن يول او ريني فايلر. مارتن يول قال في فتره من الفترات للكابتن وليد سليمان انت رقم ثلاثه، عمل ايه كابتن وليد سليمان؟ اول الخبر ما طلعش بره، اجتهد واصبح رقم واحد. الكابتن شريف اكرامي جاء مع ريني فايلر وكان شايف ريني فايلر ان كابتن شريف مش مركز، وكتب خطاب ان هو خلاص انا علاقته 31 يناير مع النادي الاهلي، فقال له انت خلاص انت عندك رقم اربعه هعمل ايه بالقصه دي؟ فبتحصل ساعات ان انت ترتب اللاعبين، لكن تقول له انت مش معايا خلال الموسم طب ما تضرب النار احسن. يعني انا مش متخيل والله يا اسامة، بس خلاص رحنا قصه ياسر ابراهيم وشفته مثال لازاي تناول لاعب خارج القائمه، طب اللي جوه بقى؟ اكيد بقى اللي جوه ده دنيته كده عنب بقى، وانت موجود جوه وبتلعب اساسي يا عم مع كولر اللي لما بيجي اول موسم يقول لك انت مش معايا لاخر الموسم، يعني انت بقى لو جوه ده انت كده خلاص عديت. طب حتى اللي جوه يعني سلم؟ لا ما يعني ما حدش سابه برضه. نطلع نسمع كابتن محمد فاروق وهو بيتكلم عن برونو صبري بالنسبه لي موقف الشحات. شحات مختفي تماما عن المشاركه مع النادي الاهلي في الماتشين اللي فاتوا، برضه في استفسار من اللاعب من عدم مشاركته بشكل اساسي، وان كان طبعا لسه بدري على الاستفسار ده، لسه موسم طويل بنتكلم ماتشين ولسه ما ابتداش الدوري الممتاز، لسه هيبتدي ان شاء الله بدايه من يوم الاربعاء بمباراه النادي الاهلي مع نادي الاسماعيلي، وبالتالي لسه الموسم طويل. لكن بيستفسر طبعا حسين الشحات ان هو ليه ما بيلعبش، هنشوف برضو بالنسبة لموقف حسين شحات السنة دي هيكون عامل ازاي. نتمنى ان شاء الله يرجع لمستوى الطبيعي لان من واحد من اللعيبة المميزة والمهمة، لكن ايه اللي بيحصل في وقت من الاوقات بالنسبة لحسين شحات؟ صدفته امور صعبة جدا، عمليات حصلت، ممكن في وقت من الوقت لعيب طبيعي يبعد عن مستواه، لكن ان شاء الله يرجع لمستوى الطبيعي حسين شحات. كابتن محمد فاروق بيطبق نظرية كهربا على الهادي يا زبادي، اللي هو ايه؟ انا بقى مش هروح لخبر اديك بقى حاجة اللي هو انت تروح ماسك فيها على طول، زق كده يعني في وسط الاخبار زق كده. حسين الشحات ماله؟ حسين الشحات طبعا الحمد لله ده ما تقلوش انت بره خالص، ده راح كده بس يا جماعة انا موجود ولا هلعب اساسي ولا ايه؟ حسين الشحات يا جماعة لاعب كان مصاب حوالي اربع شهور بدأ يدخل الفريق، هل بيخرج بره القايمة؟ لا ده بالعكس، كولر بالنسبة لنا ابدا قناعات فنية بحسين الشحات، تعال انت من البداية معايا. طب ايه هتبدا تاخد بديل في ماتش ايه الاتحاد المنستيري يعني ماتش مهم جدا، وينزل حسين الشحات ويتساهم في هدف تم الغائه، فحسين الشحات موجود. تخيل حسين الشحات اللي طبيعي في العالم كله لعب بقاله اربع شهور ما بيلعبش، هيروح جاي الكولر يا عم كولر بلعبش اساسي ليه؟ في كده يا جماعه في الدنيا؟ ابدا حسين الشحات مع ياسر ابراهيم مع فلان مع فلان مع فلان، اعمل حاله في الفرقه غير طبيعيه يا جماعه، خدوا نفسكم يا كابتن محمد فاروق. الخبر جالك الله اعلم مصدره ايه لان المصادر كتير جدا، فلتر فكر هل ده خبر طبيعي؟ انت راجل لعيب كوره منطقي بالنسبه لك ولا يا جماعه ايه اللي انتوا جايبينه لي ده؟ حسين الشحات ايه اللي هيطلع يسال عن مشاركه اساسي والناس لسه ما لعبتش ولا ماتش في الدوري؟ ده هم ماتشين في افريقيا كان وقتها ونزل شارك في مباراه منهم والراجل اربع شهور بعيد، يعني انتوا عايزين نطلع اقول خبر بالشكل ده؟ لا كابتن محمد فاروق 10 على 10 يا ابني ادي الخبر، احنا نمشي دي عشان احنا قلنا حسن نيه، دي حسن نيه حسن ماشي انت هتصل له خبر جالك ومش الخبر اللي جالك، اتنين حسن نيه كده ناخد 3 حسن نيه بس ده هتبقى 3 في 1. موضوع بقى زياد طارق وموضوع محمد محمود، يعني كان زياد طارق ومحمد محمود في كل فرق الدوري في كل لعيبه الدوري هم فقط لغير اللي تم استبعادهم من اول مباراتين، ما بدأ يعني ما خدناش ان الموسم طويل، لا لا زياد طارق ازاي ينزل قطاع الناشئين، محمد محمود ازاي ينزل قطاع الناشئين، وهات لي يا ابني عندك يعني وكيل محمد محمود تليفونات هنا وتليفونات هنا، طبعا له كل التقدير والاحترام ان هو بيقوم بشغله وبيحترم كان اسمه النادي الاهلي واكيد حريص على يعني لاعبه محمد محمود والكابتن نادر شاوي، لكن القصه كلها ان ليه كم الاهتمام ده بلاعبي النادي الاهلي فقط لا غير؟ طب ما في لعيبه ثانيه كباتن فرق اخرى بدون انديه دلوقتي،
في لعيبه تمردت على ناديها واستبعدت من التدريبات ومحدش بيتكلم، في لعيبه عايزه تجدد عقودها بارقام مبالغ فيها ومحدش بيتكلم. بيرسي تاو، فاكرين بيرسي تاو السنه اللي فاتت وازاي النادي الاهلي يجيب لاعب من غير ما يعمل كشف طبي عليه؟ في انديه جابت لعيبه محترفين حاليا مصابين، ليه ما حدش بيتكلم؟ لان مش هينفع يتكلموا، هما يتكلموا فقط لغير عن النادي الاهلي. يمكن هما شايفين ان النادي الاهلي الاكثر شعبيه، وبالتالي الحديث عن النادي الاهلي هيعمل لنا مشاهدات وهيخلي للبرنامج ممكن يجي له اعلانات. طب هنتكلم عن النادي الاهلي بالايجاب، ما احنا مش هنعرف نعملها، طب نعمل ايه؟ نتكلم عن النادي الاهلي بالسلب، لدرجه ان احنا ممكن نكرر الخبر اكتر من مره. الكابتن محمد فاروق بتاريخ 17 اكتوبر وبتاريخ 19 اكتوبر بيستعرض نفس الخبر كان ما مرش عليه جديد. يعني احنا يا جماعه عندنا النهارده والله الاخبار قليله شويه، هات لي يا ابني خبر زياد طارق ومحمد محمود دخلوا لي. فتعالوا نشوف الفيديو اللي اتكرر في يومين، الخبر بيتقال على يومين 17 و19 تقريبا كان حد وثلاث. نشوف الفيديو ونرجع معاكم. محمد محمود وزياد طارق حتى الان كولر مصمم على عدم تواجدهم في التدريبات الجماعيه وان هم يتمرنوا مع فريق الشباب في النادي الاهلي، وان كان طبعا كان في بعض العروض جالهم بالاخص فيوتشر، ولكن النادي الاهلي رفض على امل ان يكملوا مع المدير الفني، لكن ده ما حصلش. المدير الفني خلاص مركز مع المجموعه اللي معاه والشكل اللي معاه. رفض كولر بوجود زياد طارق وايضا محمد محمود في الفريق والتدريبات، الراجل مصر جدا على الوضع ده ان هو كمان عايز ينزلهم لفريق 2001 يتمرنوا معاه، ولكن طبعا حاجه هتبقى نفسيا للاثنين لعيبه مش حلو. وان كان طبعا زياد طارق بمستوى اللي ظهر بيه مع النادي الاهلي الموسم الجاي، يعني الراجل برضه يعني شاب وظهر بمستوى جيد وناس اتكلمت عليه، احنا نديله بقى، يعني هي دي فكره انت تحاول تديله، تحاول تخليه رجله في الملعب، يعني نفسيته كمان تعليها، عشان ده يعني برضه موهبه واعده جايه في الطريق النادي الاهلي يستفاد منها. محمد محمود برضه لعيب كويس جدا، اصابته ممكن بعدته فتره طويله، لكن برضه تحاول تجيبه، ما تحاولش ان انت لما تنزل لعيب بيلعب في الفريق الاول او ناشئ طلع الفريق الاول وظهر بشكل كويس تروح منزله كده تاني بتكون في المية. والله انا بعتذر جدا للكابتن محمد فاروق، التواريخ ما طلعتش حد وثلاث، هي طلعت 2 و4، فهو شغال 2 و4 على زياد طارق ومحمد محمود. يعني نشوف بقى الاثنين الجاي والاربع يشتغل على برضه زياد طارق ومحمد محمود، ولا ممكن يغير ويروح لحسين الشحات وبرونو سافيو، يعني عشان نبقى فاهمين هو شغال 2 و4 ايه بالظبط. طيب عندك حد وثلاث، ينفع تاخد لعيبه ثانيه كابتن فاروق؟ كابتن فاروق تعبان جدا جدا لنفسيه محمد محمود ونفسيه زياد طارق، وكان اللعيبه طلعت اشتكت من اول الاستبعاد كده. بالمناسبه الكابتن نادر شوقي وكيل الكابتن محمد محمود اتكلم وقال احنا ما عندناش ادنى مشكله ان محمد محمود ينزل يلعب في قطاع الناشئين، وما عنديش ادنى مشكله ان محمد محمود يتم استبعاده فتره من المباريات، وهنقعد نتكلم مع كولر لان نفهم القصه ايه وايه اللي ناقصه ايه. المهم ان قطاع الناشئين حاليا او اتحاد الكره حاليا اصبح لا يسمح باللعيبه الكبار تنزل تشارك في قطاع الناشئين، فهنا القصه باختصار شديد. طيب في قناعات بمدير مدير فني عنده قناعات بلاعبين وعنده قناعات بلاعبين اخرى او قناعات قليله بلاعبين اخرين، ده شيء طبيعي جدا بيحصل في كل دوريات العالم، بيحصل في كل يعني انديه العالم. في النهايه ركز على اللي موجود، لكن حتى انت لما بتركز على الموجود بتركز على الموجود بالاخبار السلبيه اللي هو ايه؟ هنجيب اللي بيتم استبعاده. طب ما نفعتش معانا 2 و4 يبقى حد وثلاث ندخل في حسين الشحات اللي موجود، طب ما نفعتش ناخد بقى السبت والخميس ما هم فاضيين فنقوم واخدين برونو سافيو اللي بيشارك وهكذا. طبعا الموضوع صعب جدا ومش اول مره نجيب الكابتن محمد فاروق معانا هنا في البرنامج، ويبدو ان هو مصر ان هو يكون ضيف معانا طول الوقت بالاخبار دي بحسن النية. بحسن النية ازاي بقى؟ بحسن النية، انا ختمت بحسن النية. نسبت حسن النية. عندنا بقى مهيب عبد الهادي وعلى نفس التكرار. بصوا يا جماعه كل ده في كام؟ احنا لسه بسم الله الرحمن الرحيم اول اسبوع، الاسبوع الاول من الدوري. يا نهار ابيض، لو تخيل كل ده بيتعامل مع النادي الاهلي في الاسبوع الاول من الدوري، طق انزل ما تخليش حد في النادي الاهلي يقدر يشم نفسه، هنحوطك بكل شكل اخباري. نطلع ونشوف مهيب عبد الهادي كان بيقول ايه. قررت اداره الكره بالنادي الاهلي مراجعه كل العقود، كافه عقود اللعيبه في النادي الاهلي، وده بعد طبعا معلم مسؤولي او علم مسؤولي النادي بوجود اغراءات ماليه كبيره لاربعه من نجوم الفريق للرحيل لفرق في الدوري او فرقتين بالاخص في الدوري.
فرقتين في الدوري الممتاز. يعني كويس ان انت تأمن لعبتك، تحرك من بدري، تبقى عارف. طبعا النادي الاهلي عنده يعني لعيبة مهمة جدا وتصنع الفارق، لكن مش موجودة في الصورة. انت عندك محمد محمود النهاردة وزياد طارق نزلوا التمرين، عندك ميسي، محمد محمود وزياد طارق يلعبوا، يعني ثلاث لعيبة يلعبوا. طيب يبدو ليك، طب ما الراجل بيقول تجديد عقود او مراجعة عقود. يا جماعة عقود ايه اللي بتتراجع مع بداية الدوري؟ يعني انت كان عندك فترة انتقالات قبلها، ممكن جددت، حافظت على لاعبين، لاعبين طلعت عشان بعض الاندية عايزة تاخدهم. الحقيقة اندية هتاخد ايه؟ يعني اندية ايه؟ احنا عندنا فترة الانتقالات في يناير، وانت لسه في الاسبوع الاول من الدوري، مش تبدأ حتى تدي نفسك كنادي فرصة تشوف مين هيتحرك، مين انت في اعتماد عليه اساسي، مين بيقدم معاك تقدر ترفع له عقده. ولكن لا، طيب هنا بقى الخبر ده، ركز معايا في الحتة دي، ده تقريبا ده اترفع له عقده وانا عقدي، طب انا باخد قليل، انا باخد كتير، انا باخد شوية. يا جماعة برضو نفس الفكرة، المهم ان يحصل لازم جدل في حاجة تخص عقود النادي الاهلي ولاعبين النادي الاهلي. بص دايما وابدا كده هتلاقي في استقرار فني للنادي الاهلي، هتلاقي الاعلام بالصورة اللي احنا جايبينها دي من اول اسبوع بنشتغل بالقصة دي. قلت لكم 2-4 كابتن محمد فاروق تقريبا يوم السبت كان بيتكلم في فيديو، بس الفيديو ده مش هينفع ناخده بهزار، لان بجد الفيديو ده محتاج ان هو يتحول للنيابة. يعني نشوف الفيديو ونرجع معاكم. نبتدي ببرونو سافيو بقى. ثلاثة. سببك ايه؟ السبب انك تديله ثلاثة؟ لان ده لعيب برازيلي المفروض يبقى اعلى من كل اللعيبة اللي موجودة دي، سواء عندنا او عندهم. فلما يبان بالشكل ده، لا ده انت مش برازيلي. هو انت شايفه يعني مش جيد؟ لا يعني انت اعمل حاجة زي كينو مثلا كده، خد واحدة طول الماتش. ما حصلش النهاردة لا حصل، ما حصلش. حتى اللمسة ما فيش لمسة، اللي هو بقى عمله متقطع يا فاروق. فاحنا بقول لك ثلاثة لان المفروض يبقى مميز. انت لعيب برازيلي وانت عارف بقى اللعيب البرازيلي يتنطط على الكورة، يغير اتجاهاته، يبقى قرد. فانا انت شفت قرد النهاردة؟ طيب يبقى ما كلش موزب. لا لا ده خالص يعني. طب هنفترض ان احنا ناخد كلام الكابتن رضا عبد العال فعلا بحسن نيه، وان الراجل بيتكلم قرد في الكوره، يقول لك واد جن مصور كده في الملعب، خاصه ان تسلسل كلامه بيقول ان ده اللاعب البرازيلي المفترض يكون عنده المهاره عاليه، المفترض. وان كان الكابتن رضا عبد العال من اكتر المحللين اللي بيطلعوا في الفضائيات، يتنمر على كل لاعبي الدوري المصري، مش فقط النادي الاهلي فقط لا غير، ومدربين وجماهير اي حد. التنمر عند كابتن رضا عبد العال غايه ووسيله في نفس الوقت. لكن الكابتن محمد فاروق هو بيسالك، اعتبره يا اخي كان بيسالك بحسن نيه، ان اللعيب جن مصور في الملعب، اللعيب بياخد الكوره لا رقص ولا نطق ولا باين لي مهارات برازيليه، المفترض يكون قرد في الملعب. تقوم انت رايح للمعنى السيء للكلام، فتؤكد ان الكلام طالع من ثنائي بيقصده الاهانه للاعب في صفوف النادي الاهلي، والموضوع ده بيتكرر اكتر من مره. وهنا مش هقدر بقى اقول انا اسف او نهزر او نقول ده حسن نيه، لان ده اساءه ادب ملهاش معنى تاني من الكباتن ضد لاعب في النادي الاهلي وفي اي مكان. المفترض هذا الثنائي يتم ايقافه او يتم عقابه، لان ما ينفعش يتقال انت شفت موس في الملعب. يا جماعه الموضوع ده يعني عنصري ملوش مكان اصلا في كره القدم. الناس في عالم كره القدم كله بيحاربوا هذه العنصريه. احنا اللي المفترض شعبنا اصلا المفترض يبتعد عن فكره العنصريه دي. لا احنا جايين بنرسخها وبنطلع نعرضها على الشاشه، فموضوع صعب جدا وما ينفعش يتاخد بحسن نيه. واللي ينفع فقط لا غير او اقل شيء ان الكابتن محمد فاروق يطلع يعتذر، يطلع يقول انا اسف انا غلطت. ما يصحش ان انا يطلع مني كده وانا على الشاشه والمفترض بيشوفني عدد من الجماهير ايا كان عددهم، لكن ان الكلام يكون بالسهل كده وسهوله تنمر ولا ما شفتش حد بياكل موز. يعني رايحين لسكه صعبه جدا، وبرضه بنقول من اول الموسم مش هنسمح بده، وهنقف عند كل خبر وهنقف عند كل موضوع وبالتاريخ وباليوم. يا اما الساده الزملاء يتراجعوا عن السياسه اللي بينتهجوها مع النادي الاهلي، يا اما احنا هنفضل مصعدين كده طول الوقت. هي ليست فقط إساءة أدب، إنما هي إساءة أخلاق وإساءة للمهنية وإساءة للمكان اللي أنت قاعد فيه. وإن كنت أنت بتبحث أنك تصنع مشاهداتك عن طريق هذه الإساءات، فسيء لأي حد، وإن كان مرفوض أصلا الإساءة لأي حد. بس بعيدا عن النادي الأهلي، النادي الأهلي عنده جمهوره الكبير قوي، عنده إدارته الكبيرة قوي، عنده لاعبين محترفين لهم قيمة و
لا يمكن أن يعاملوا بهذا الشكل اللي يتم فيه الإساءة بالمصطلحات العنصرية. اللي أنا عايز أقول لك يا أخي، أنت تحترم نفسك إزاي لما تلاقي نقل خبر عنك ولا تصريح عنك في صحف أجنبية إن دي طريقة تعبيرك أو وصفك للاعب إن هو أداؤه سيء لأنه كل موز أو ما كلش موز؟ ده شيء يعني قميء، شيء غير إنساني بالمرة، شيء غير مهني بالمرة. وإحساسي إن أنت لو تدرك مصيبة، وإن أنت لا تدرك أصلا إن ده شيء خطأ، فيبقى أنت غير مؤهل للمكان اللي أنت قاعد فيه بالمرة، لأن أنت مش عارف أبسط أكواد ومعايير العمل الإعلامي، إيه اللي يمكن أن يقال كمصطلح وإيه اللي لا يمكن يتقال، وإن كان مش إعلامي بس ده إنساني على المستوى الإنساني. لما شفنا جونيور في ريال مدريد تم التنمر عليه بطريقة احتفاله إن هو احتفال ده يليق بكذا أو يشبه كذا، لا كان وقفة كبيرة جدا من كل الصحف وتضامن ونبذ لهذا المصطلح العنصري، وطلع الناس قالوا احنا ما كانش قصدنا هذا المفهوم او ما كانش كذا، وكان اعتذار غير مقبول من المرة، واكدت ادارة ريال مدريد ان هذا التصريح او هذا الاعتذار غير مقبول. فانت بالتالي بالنسبة لنا احنا غير مقبول. ولكن انا عايز احطك انت كمحمد فاروق في حاجة، لان انت كل شوية يجي اسامة يكتب ايه النادي الاهلي، بالتوفيق للنادي الاهلي، النادي الاهلي العظيم، النادي الاهلي الكبير. هو النادي الاهلي عظيم غصب عن اي حد، النادي الاهلي كبير غصب عن اي حد، مش بالعافيه ده بتاريخه. انما لما انت تيجي يا سيدي انا مش عايزك تشيب بيا، انا عايزك تبطل اساءتك ليا وتبطل ازاءك ليا، لان ده نوع من الازاء. شوف انت رصيدك عند جمهور النادي الاهلي اصبح صفر، شوف تعليقات جمهور النادي الاهلي على كتابك دي، على كتاباتك دي، وانت هتعرف موقعك من جمهور النادي الاهلي ايه، لانك طول الوقت اداه أداة لضرب النادي الأهلي. على الجانب الآخر حد عايزكم تسمعوه وتسمعوا كان بيتكلم عن إيه، عن برونو سابيو. طبيعي زي ما حضراتكم سمعت كل الأخبار السلبية في تجاه النادي الأهلي فقط، محدش بيجيب سيرة أي أندية أخرى، هو النادي الأهلي وبس. يجيب لك مثلا ان في مشكله في نادي الزمالك، لا. يجيب لك على الخناقه اللي حصلت والايقاف اللي وقع على رمضان صبحي، لا. يجيب لك الخناقه اللي حصلت مع محمود علاء في الاتحاد السكندري، لا. يجيب لك النصب اللي بيحصل في الاسماعيليه وان اللعيبه مش لاقيه الشيكات بدون رصيد، لا. يقول لك اللاعب الفلاني متخانق مع المدرب الفلاني، المدرب الفلاني قال اللاعب العلاني لا انت مش معايا لاخر الموسم، لا انت مش موجود، لا انت مش عارف ايه، ويبتدي بقى ايه يأجج لك مشاعر اللاعب زي ما عملوا مع نصر ماهر. فاكرين نصر ماهر؟ ده نصر ماهر المفروض يلعب في نادي اوروبي، نصر ماهر المفروض الزمالك طالبه، نصر ماهر ما يقعدش دكه. انا بقول واشعال نار الفتنه ما بين لعيب النادي الاهلي، لا ده عدل له عقده، لا ده اداله اكتر من فلان، لا ده اداله مش عارف ايه، ده اللاعب اللي جاي اشعال فتن. ليه؟ علشان يخبط اللعيبه في بعض ويخبط اللعيبه في الاداره. كل ده كوم، واللي حصل من رضا عبد العال طبعا وكلام على سافيو، وهو قصده ان هو مثلا ايه مش قرد في الملعب، مش بيتنطط، مش ده غرضه، هو مش غرضه ان هو يتنمر او ان هو مثلا يصف الانسان بالقرد، ولكن الطمه الكبرى مش على رضا عبد العال، الطمه الكبرى على محمد فاروق اللي قاله ما كانش موز باين عليه في تريقه، واسلوب رخيص واسلوب ما ينفعش ان هو يتقال من لاعب كان بيلعب في النادي الاهلي ولحم كتافه من خير النادي الاهلي. ما ينفعش يا فاروق، انت راجل في يوم من الايام كنت لاعب في النادي الاهلي وكنت بتلعب في النادي الاهلي وكنت يعني بتقبض فلوسك واكل عيشك وبتصرف على بيتك واولادك من خلال النادي الاهلي، فما ينفعش تطلع تقول اخبار فيك على النادي الاهلي، ولا ينفع تدخل واحد في مكالمه يقل ادبه على النادي الاهلي. يا راجل ده يوم افتتاح استاد، او يوم ما النادي الاهلي انتفع بحق الاستاد بتاع الاهلي والسلام، او الاهلي والسلام، كنت انت اول الحاضرين في افتتاح الاستاد، كنت انت اول الحاضرين ولعبته يعني كوره. كان في فريقين، فريق الكبار وفريق الصغيرين، مش صغيرين يعني هم لسه بيلعبوا، وفريق القدامى، وانت كنت من ضمن فريق القدامى. حتى مجدي عبد الغني كان موجود وما تمرش لا فيك ولا فيه. تطلعوا تبصوا اخبار غلط عن النادي الاهلي، تبصوا اخبار مغلوطه عن النادي الاهلي على اللعيبه، وتغضوا البصر تماما عن الكوارث والمصايب اللي بتحصل في نادي الزمالك. محدش يقدر يجيب سيره لسببين، لان اللي عامل القناه اصلا بيقول لكم تقولوا ايه وما تقولوش ايه، وفي سكريبت بتقول النهارده هنتكلم في كذا وكذا وكذا.
تاني حاجه لو انت تجرأت وجبت سيره نادي الزمالك، مرتضى منصور مش هيسكت لك، هيطلع يشتمك في قلب القناه وهيبطلك ان انت تطلع في القناه. بس احنا الى متى هنظل في هذا الهراء الاعلامي الغير منضبط ده؟ احنا داخلين في حرب بمعنى كلمه حرب ضد الاعلام المضلل اللي بيضلل الراي العام باخبار كاذبه. سيف ودرع النادي الاهلي اسامه وفارس بيردوا، ومعاهم امير هشام الراجل المحترم الجدع، ومعاهم الاستاذ المنيسي ومهندس الصفقات عادل القيعي، وكذلك اليوتيوبرز المنتشرين عبر اليوتيوب وفي المنصات الاخرى على الفيسبوك بيردوا على قد ما يقدروا. ولكن رسالة لجماهير النادي الاهلي، محدش يضللك، محدش ياخدك في سكة غلط. بعد الشر النادي الاهلي تخسر السوبر، اوعى تهيج على الادارة، اوعى تهيج على كابتن خطيب، ما هو ده القصد، هو ده غرض يعني بيت القصيد. اي يعني وقع للنادي الاهلي بألف قومة وبمية قومة، ومفيش حصان بيفضل يجري 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 سنين سنين سنين، هيجي عليه وقت هيقف يشم نفسه. لو النادي الاهلي حصل له اي نوع من انواع الكبوات المقصود بيها يقع النادي الاهلي، ما هو ممكن يبقى فيه سبق، لكن وسط السبق ده ناس معينة تحط لك عراقيل امامك وتسهل الطريق امام حصان اخر اعرج بيجري. انت ممكن تبقى بتجري باقصى سرعه ويحط لك حواجز عاليه تيجي تنطها تتكعبل فيها، يكون الاعرج وصل للنهايه زي ما حصل في الاثنين دوري اللي فاتوا وكاس مصر اللي كان فيهم احتواء واتكلمنا وعدنا وزدنا، ولكن قدرنا ان تحاكي المؤامرات ضد النادي الاهلي. احنا لها والمتصدين ليها، وبشكر اسامه وفارس على المجهود اللي بيعملوه في الرد على هؤلاء. انتهى الفيديو بتاعنا، ما تنساش اخويا حبيبي الاهلاوي تدعمنا بلايك وشير الفيديو. اول مره تشوفني اول مره تخش قناتي تشترك في القناه وتفعل زر الجرس وتختار كل الاشعارات عشان ما يفوتكش اي فيديو بينزل على قناه الاهلاويه على اليوتيوب. بشكركم مره 213، كان معاكم اخوكم هاني الشرقاوي، والسلام عليكم.